بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. القديسة الجميلة اللي قرينا سيرتها النهاردة في السنكسار تعلمنا حاجة جميلة أوي. تعلمنا أن القداسة بدايتها أن الإنسان يقدم توبة، والتوبة يعني الإنسان ينظر للأمام ولا ينظر للخلف، لا يجلس أحد على المحراس وينظر خلف. على قد ما الإنسان بيقول لربنا ساعدني في أن أنا أمشي في طريق التوبة وأمشي في طريق القداسة، على قد ما بتديله النعمة وربنا بيقبل توبته. عشان كده في كتير الناس تبقى أحيانا بتستصعب أنه الإنسان ينسى الخطية، ودايما الشيطان يقعد يفكرنا بخطايانا ويخلينا دايما نستصعب طريق التوبة، ويقول الإنسان الخطية اللي أنا بعملها تبقى صعبة. عشان كده حتى يمكن مش في مجرد بس ان الانسان يمشي في طريق القداسة، لا، ده احيانا تبقى عائق للانسان انه يحضر قداس ويتناول، ويمكن الشيطان يقعد يتك على النقطة دي كتير، انه انت انسان خاطي، انت بتعمل الخطية الفلانية. وياما كتير سمعنا انه خدام ثابت الخدمة لمجرد انها وقعت في خطية او كانت عندها ضعف معين فما كانتش بتقدر انها تتخلص منه. قديسة اليوم النهاردة بتعلمنا اي انسان مقبول قدام ربنا مهما كانت خطاياه، مهم بس انه يقدم توبة حقيقية وما يستصعبش الامر. السيد المسيح هو على عود الصليب، اللص اليمين على كل ما صنعه من خطايا قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس، لمجرد انه قال كده اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هي دي النقطه اللي دايما يحاربها الشيطان معانا، انه يصعب لنا طريق التوبه ويخلينا نفتكر ان ربنا مش بيغفر للانسان وهيفتكر. احنا كبشر اللي ممكن نفتكر لبعض الخطايا، ويبقى الانسان دايما هو بيتعامل مع اي انسان تاني يفتكر له انت عملت في الوقت الفلاني وانت وانت، لكن ربنا ما يفتكرش. عشان كده برضو يدينا في القصه بتاعت المراه الزانيه، يقول لها اما دانك احد ولا انا ايضا ادينك، لكن اذهبي ولا تفعلي مرة أخرى. هذا يعني القصة اللي ربنا بيطلبها مننا، أو الطلب اللي بيطلبه مننا ربنا، إن إحنا بقى في جهادنا نجاهد مع حياة ربنا. حياتنا مع ربنا تبتدي بالتغصب، هغصب نفسي وهبتدي أجاهد إن أنا ما أعش في نفس الخطايا. حقيقي مش لازم نبقى زي القديس الأنبا شيشون اللي قال كده لا أذكر أنني سقطت في خطية واحدة مرتين، لكن هو ربنا قال كده الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. يعني المهم بنقوم وبنجاهد وبنحاول ان احنا نترك الانسان القديم ونمتد الى ما هو امام. خلينا نتعلم من هذه القديسة انه ربنا عاوزنا كلنا، قابلنا كلنا، بس نحاول ان احنا نمشي في طريق القداسة، وربنا على قد ما بنقدم هيساعدنا. احنا نفسنا يمكن نتعجب ان ازاي ان احنا قدرنا ان احنا نمشي في هذا الطريق ونمتد الى الامام. ربنا يدينا دايما ان احنا نسير في طريق القداسة وفي طريق ربنا، لإلهنا المجد من الان والى الابد امين.